نشف عروقي ونبت شوك المقاومة في ضلوعي. نحنا ومن بيعوطاني بالمرصاد لكل خوان طاغي. تونس تونس يا أرض الحضارة صفي بالله من الطغاة كفي. علي غدرك للملفة شيعي وشحي. نحبي للوطن نشف عروقي ونبت شوك المقاومة في ضلوعي. نحنا ومن بيعوطاني كنا ضد المرأة. دير سبتك راحت وراو انا بالرسمية انا ضد حكاية كل حقوق اساسية حقوق المرأة وحتى حد ما عطاها حقوق المرأة. وحدها جابتها وحدها جابتها Au moins, elles ont peut-être des positions plus claires, elles sont peut-être plus honnêtes, je ne sais pas. ما توا الدنيا مازالت مخلطه شويه صعيب باش تنجح مش كأمك لو نحكي لك كاميرا وحتى لازم صعيب باش تنجح. المراه يمكن لازم تكون كاسحه. انا لما لازم تكون كاسحه. الانسان عنده فوبون يفعل لغه الرحمه.
كوب عمير كلها وسخ وزباب اللي بيته في البيت وعليها الكوبيتة وكلاب لا يوريك الزبلة قدام الديار في الكيات الطيشة الزبالة دي مش خايمة بالواجب حتى تقصر أخوي العزيز بلاد نموت ولا أول مرات كثرت علينا بلاد بزار وحل علينا يعني خلينا يعملوا لنا الحجير تاع الزبلة في كل حومة يعملوا حاجة ما تماش يعني يأخذ من دار الماء في الكيات ويدخل دار معنا بينهم الشب الشب وانا هنا نشوفونا رئيس بلدية يحطونا رئيس بلدية وحفظنا باش نعرفوا خويا ونشكولوا ونشكولوا ونقولولوا المواطنين كل سنة حر واحد ينفقوا واحد مش كل شيء من البلدية عمرها ديما متركزوا على البلدية حتى المواطن عنده واحد دور شوية 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 تنجي نحسن أمورنا سنك سنك ولي توريس يجي وكلها شيخ جديد في خير ونعمة تونس فما في عام سبعين في عام سنة في الستينات كانت البلدية تسعة متعليل يخرجوا الزبلة ويبصعوها شنو كل توا هو البلدية تتعدى ويخرج الزبلة البلدية كل بلدية نعملوا لك كل مواطن نعملوا لهم واحد بتاع بلدية يسن مواطن يسن حسن أموره يسن مواطن يسن حسن أموره تصورش كون هي باش توصل تصلح برشا ملفات في حملهم راهو يلزم زاد راهي مش بتخدم وحدها راهو فما انتوراج انتوراج هو اللي يلزم يكون موجود زاد فما ناس يكون يد واحده مع بعضهم انت مش تبدا وحدها راهو ما تنجمش والله يجي واش كون موجود فما ناس فما ناس فما معناها انتوراج مش هو حد في الاداره في كل حاجه تنجمش كوش اذا كان عنده مسنودة من تالي صندوق ويا عرفتك اللي باش تعمل حاجة تعملها صحيح ما توخرش التالي ما باش تقعد تتبع في جماعة الإدارة معاها إذا كان الإدارة خايفة صحيح إذا كان صاير في تونس الإدارة خايفة أنت في بالك اللي الموظف التونسي يبدا في 8 دقائق وهذه قامت الكل وانا نشوفوا فيها هي ولات جماعة جماعة ولات والله فلان صح عليه والله فلان صح عليه يمشي الإدارة يوري وجهه ويرى موجودة برا ويتفخر بكل فخر وقت يزيد والله يا عادي نهاري ما مشيتش نهار ومرك alors il y a il y avait un projet Medi c'était les Italiens qui finançaient et ils devaient enlever les ils en ont enlevé pas qu'ils n'ont plus enlevé je ne sais pas l'argent mais il y en a dans tout le pays. Je vous parle du trottoir, des trottoirs qui sont occupés par les cafés. Mon mari, je lui dis, mais quel aime le balai quand vous faites des réunions, quel aime. Quand ils vont là et je leur parle, que personne ne réagit. Donc, ça, vraisemblablement, ça ne gêne personne que les trottoirs soient envahis par les cafés, par les voitures, par les... Bon, tous les trottoirs sont cassés. Come on.